مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. ارتفاع على درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين، لكن هناك انخفاض على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، وهناك فرصة لسقوط زخات متفرقة المطر في المناطق الجنوبية الغربية خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. فيوم الأحد بتكون الأجواء مبرة في المناطق الشمالية والعظمى المتوقعة في الشمالية الغربية 35 والصغرى 17، أجواء حارة نسبيا نهارا لطيفة ليلا، وأيضا حارة نسبيا نهارا في المناطق الشمالية الشرقية 37 و21 معتدلة أثناء الليل الصغرى 21. أما الأجواء في بقية أجزاء المملكة فالأجواء حارة في معظم مناطق المملكة مع ظهور بعض السحب. المنطقة الشرقية 38-27، المنطقة الوسطى 41-29، والمنطقة الغربية 39-30، والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر أحيانا 26-18 درجة مئوية. يوم الاثنين انخفاض على درجات الحرارة في المناطق الشمالية بحيث تصبح الأجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا. المنطقة الشمالية الغربية 29 العظمى والصغرى 15، الشمالية الشرقية 31-17، وأجواء حارة في المنطقة الشرقية 39-29، وأيضا منطقة الرياض والمنطقة الوسطى 42-31، والمنطقة الغربية 37-27، وأجواء غائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية مع زخات رعدية من مطر 27-19 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا استمرار الأجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا في المناطق الشمالية، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 31 والصغرى 17، الشمالية الشرقية 31-18، والأجواء حارة في المنطقة الشرقية 40-28 و40-30 في المنطقة الوسطى و36-25 في المنطقة الغربية، وأجواء غائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية مع سقوط أمطار متفرقة 24-18 درجة مئوية. يوم الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية، أجواء تقريبا ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 31 والصغرى 17، الشمالية الشرقية 33-20، وأجواء حارة في المنطقة الشرقية 40-30، حارة في المنطقة الوسطى 42-31، وأيضا حارة نسبيا في المنطقة الغربية إلى حارة 35-25، وأجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر في المنطقة الجنوبية الغربية 24-18 درجة مئوية. يوم الخميس أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا في المناطق الشمالية نهارا لكنها معتدلة ليلا. المناطق الشمالية الغربية 31 العظمى والصغرى 19، الشمالية الشرقية 34-22، أجواء حارة في المنطقة الشرقية 40-28، والمنطقة الوسطى أيضا حارة 42 العظمى والصغرى 28، والمنطقة الغربية 34 حارة نسبيا والصغرى 25، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر أحيانا 25 العظمى والصغرى 19 درجة مئوية. يوم الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة، أجواء حارة نسبيا في المناطق الشمالية 35-24 الشمالية الغربية و 33-21 الشمالية الشرقية، وأجواء حارة مع حصول انخفاض على درجات الحرارة في المناطق الشرقية 36-26، المنطقة الوسطى 39-26، والمنطقة الغربية 36-27، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا 28-18 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.